ورحمة الله وبركاته، معكم كويل كويت. اليوم جبنا طبعا بعد التصويت حق الـ RTA اللي هو الجاجر نوت تبع شركة الكيو بي ديزاين. طبعا الكيو بي ديزاين غنية عن التعريف، الشركة اللي طلعت الفيتاليتي، طلعت الكالي، ولا غبار عليهم اثنيناتهم. فقلت ابي اجرب الجاجر نوت ميني لانه هو سينجل كويل، ومو شرط يكون MTL، يعني سينجل كويل عادي، تحط لك ستاجر ستيبل او فيوز ستاجر ستيبل عادي. فانا حاب السينجل كويل، نفس الوقت ابي استخدم الكويلات الكبيره، الحجم الكبير. اذا ركبت هدول يطلع المقاومه 0.1 0.09، فلما تحطها مو يعني سينجل يعطيك يعني 18، يعطيك 2. فانا حاب اني انا اجرب هال RTA هذا واستخدمه على السنجل. فقلنا نجرب الجاجرنوت، طبعا تبع شركه معروفه. فاليوم رحت اخذته، هذا الـ RTA 24 دايمتر سنجل كويل، هو كاتب اني نو ليك، يعني ما راح يليك معي. احنا نشوف شنو الـ RTA هذا شنو داخله ونجرب. طبعا هذه بطاقة الشركة، ستيكر، هذا الـ RTA ومع الواشر هذا عشان حماية، وهذا البابل، زجاجة البابل تعطيك 2 ملي او 4.5 ملي، هو 2 ملي، واذا ركبت البابل يعطيك 4.5 ملي. طبعا هذا البراغي والسكرو والواشرات، نتأكد المعلومة هي 4.5 ملي البابل، والتانك العادي هو 2 ملي. ماشي، انا طبعا ما لقيت الا السيلفر، فاخذت السيلفر. ف شكله حلو، صناعته حلوه، دربت لونه حلو بعد، راح يكون لايق على الكولد ستيل. نفتح ونبلش تركيب. اوكي، ونشوف الوضع شنو. طبعا هذا اللي ناقص، البراغي ناقص. نفتح راح اركب كويل الين. طبعا هذا الكويل اذا كان دويل يعطيك 0.1، انا راح اركب واحد اتوقع يعطيني 0.2 0.19، يعني هالحروه راح اقصه على 5 ملي كذي. اوكي، بلش اركب. خمسين ملي وايد مرتفع، شوف وايد مرتفع، فنقصر على 3 ملي أفضل، على 4 ملي، نقص على 4 ملي، أنا وايد كان مرتفع صراحة، 5 حق الـ RTA ديجل أتوقع. سكر البراغي، دير بالك وانت تركب الكويل حاول تطفي الجهاز افضل، يا ما احترقنا وانا قاعد اركب الغلط، نضغط زر الفاير ويعطينا طقة كذي.
دام انه سنجل فكثير ما تقدر توسط الكويل افضل تحطه في المنتصف. اوكي كذي مضبوط. الحين تردن لك شوية عشان لا تعطينا خلل في القياس. انا عم 20 حركه البطن حركه كويل هو مليون 3 26 مايكرو على 36 مايكرو 5 صفات دايما 3 الدويل يعطيك 0.1 والسندر يعطيك 0.2 حركه البطن ولا زلت استخدم البطن موجي ما غير فصل واحد طلع في اذن ما خلاص نقص اول شيء بس اي كلام بعدين نمشط بعدين نقص مضبوط. انا طبعا انصح ان امشط في الابره افضل شيء عندي امشط في الابره اعطيك تمشيط صحيح ما تشيل قطن وايد طبعا اليوم بجرب نكهة نكهتي صراحة أنا ما أحب أجرب نكهات دام إن النكهة هذه أنا حابها ما أحب أجرب خاصة يعني RTA جديد ما أبي أكرهه بس النكهة مثلا مو عجبتني فأحط نكهة تعجبني اللي هي مالت دكتور جوس جنة دكتور فيب اللي هي بلوبيري تشيز كيك سكر شوف سكر على هذا الفتحة شوف طوالي شوف سكر اوكي طبعا انت سحبت هذا اللي فوق تعبي لهني هذه نقطة وايد يجهل عنها يعني وايد ناس أول تعبة أول تركيبة قطن لما تيجي تعبي لا تعبي بقوة للحين القطن ما تشرب عدل فعشان ما يليك إنزين خاصة في الارتيه قطر شوي شوي خليه يتعبى بهدوء لأن القطن للحين ما مسك يعني إذا ضغطت حيل في الـ في الـ في الـ في الـ هذا الغوريلا ما تشوفي غوريلا اسمها اذا ضغطت عليها حيل وايد راح تقط النكهه في الـ في الـ في الار تي اي فيتجمع في الشمني فما في قطن يمسكها لان الحين القطن ما خذ بوضعه
فعبي شوي شوي، اضغط شوي شوي على راحتك، عبي بهداوة. بعدين اول سحبة سحبتين راح يضبط الوضع. اني صبت شوية برا لانه مو قاعد الكاميرا شوية مضايقتني. ما علينا. اوكي تعبي مضبوط، نكبس سكر صح، ننشف الدمار اللي سويناه. في تهوية فوق هذه. ايوه اي تمام كذي، وداعا للليك. اوكي زين، الحين 65 حنشوف الساعه بعد 65 ونجرب الحين. تعبت الهواء وايد قوية ترى، يبينا تسكينة شوية. الاير فلو وايد شوية، الحين نطفي. والله فليفر فليفر رائع. وكلاود اللي دربته مو حلو، كأنك قاعد تمز بموس. شوف اذا اقدر غيره، هو 810 يعني مقاسه، بس بجرب ان انا اشيل الدرتب هذا واحط الدرتب ثاني، لان صراحه ما احب الدرتب اللي يضايقني. شوف هذا، ايوه هذا الدرتب مال الفيتاليتي. مرعب مرعب. شوف 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 الفقاعات، يعني معناتها الهواء 100 ما راح يعطيني دراي هيت. وهذه كافي تحطها كذي، لا تفتحها على الاخير اللي هو التهويه اللي فوق. اذا فتحتها على الاخير وايد وايد فليفر، يمكن كنا وايد جوسي تشبع عليك، فقصر عليها شويه. شوي نفتح اكثر نجرب. هذا شوف نحط 60، لا والله 65 كان ممتاز صراحة. 55 واط ممتاز. RTA ناجح، سحبة حلوة، فليفر حلو. تخيل ان كويل واحد لكن اداء جبار. بس قلت لكم المشكلة في الدريب تب ما عجبني كلش، هذا وايد احلى اللي يجي مع الفيتاليتي. شكل الدرتب وايد عدل الموضوع، هذاك كأنك قاعد تمز بسكين. ممتاز ممتاز ممتاز. مع الجهاز الريال هذا اللي هو كولد ستيل، بطارية واحدة 21000، و RTA كويل واحد، ومعك البطارية، وامورك بالسليم. يعطيكم العافية، السلام عليكم.